المعنى إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، هذه الحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة التوبة، فكأنه قال إذا أسأت فتب، أو المراد العموم. الصواب الثاني أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة. دليل هذا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات، ولما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل قال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى معه الفجر، قال أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال نعم، فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات.